نفى رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة السيد طارق المزرم نفى وقف قرار مجلس الوزراء بتعليق الرحلات الجوية في مطار الكويت الدولي وإغلاق المنافذ البرية والبحرية، مؤكدا بأن القرار لا يزال ساريا حتى موعده في نهاية يوم الجمعة الموافق الأول من يناير من العام الجديد 2021 على أن يتم مراجعته في ضوء ما يستجد من أمور.